كما تتابع طبعاً تفاصيل ويوميات الوضع الإنساني في قطاع غزة، يموت أطفال، يموت رضع، نساء، شيوخ، ليس بسبب النار والحرب ولكن بسبب الجوع ونقص المستلزمات الطبية، وحوالي ثلث السكان في غزة على بعد خطوة من المجاعة. يعني أي مستوى من التدهور والمعاناة تريد إسرائيل أن تراه في قطاع غزة حتى تسمح بدخول المساعدة؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. يعني على تاريخ البشرية كله وعلى تاريخ يعني ما شاهدناه، لم نشهد ما يحدث الآن في قطاع غزة. الآن الناس يموتون إما بسبب القصف والقتل نتيجة لهذا العدوان، وإما نتيجة لحالة الجوع الشديدة التي يعاني منها المواطنين وخاصة في مناطق شمال قطاع غزة، وأيضا هذا بسبب العدوان الإسرائيلي والحصار ومنع إدخال المساعدات، وإما بسبب الأمراض والأوبئة التي بدأت تنتشر كالنار في الهشيم، وأيضا هذا أيضا نتيجة للعدوان الإسرائيلي. بالطبع يعني حالة سوداوية كارثية، لا يمكن تخيل ما يجري الآن في قطاع غزة، ولا يمكننا أن نتوقع ماذا يمكن أن يحدث غدا. هذه الحالة طالما حذرنا منها منذ أسابيع وأشهر طويلة، ولكن للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي لهذه المؤسسات الدولية ولهذا المجتمع الدولي الظالم الذي يقف الآن متفرجا على المعاناة التي يعاني منها قطاع غزة. نحن نتحدث اليوم عن ما يقرب من 30,000 شهيد، نتحدث عن أكثر من 70,000 جريح، نتحدث عن آلاف من المواطنين ما زالوا تحت الأنقاض، ونتحدث عن مئات إن لم يكن آلاف أيضا الجثث ما زالت منتشرة بالشوارع. هذه مأساة إنسانية كبيرة لم يشهدها العالم من قبل للأسف الشديد، ونقف كطواقم طبية عاجزين عن تقديم الخدمات لجميع من يحتاجها. اليوم كما استمعنا لاحقا لتقريركم، مستشفى كمال عدوان في شمال غزة أوقف خدماته، وذلك لنقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والأجهزة الطبية وغيره. وهذا مثال وعينة مما تعانيه المؤسسات الصحية. نعم، طيب هل ما نعرفه حتى الآن عن الأوضاع في قطاع غزة، عن الأوضاع الإنسانية، هل يمثل كل الحقيقة؟ وهل ما يتوفر حتى الآن من معينات، من مستلزمات طبية، من مواد غذائية مختلفة، يعني هل يصل إلى الحد الأدنى ربما من الاحتياجات؟ بالطبع ما نشاهده وما نعرفه هو جزء بسيط من المعاناة اليومية التي يعانيها المواطن الفلسطيني. هناك معاناة شديدة، سواء النساء الحوامل اللواتي هن بحاجة لوضع أطفالهن في بيئة آمنة وسليمة. يعني حسب التقارير الصادرة عن مراكز الإيواء أو غيرها من الطواقم الصحية، أكثر من 30% من السيدات يواجهن مشكلة حقيقية عند الولادة. نحن نتحدث عن آلاف المرضى المزمنين الذين لا يجدوا أدوية لهم. يوميا نسمع عن وفاة عدد جديد من هؤلاء المرضى. ما صحيح أنهم من كبار السن، ولكن أيضا هذا الرجل وهذه المرأة لها حياة وهي قصة ويجب الحفاظ على حياتها. الجميع يتحدث عن المساعدات الإنسانية التي تدخل وحجمها وعددها، ولكن مرة أخرى ما دخل ويدخل، يعني رغم المعيقات التي تضعها دولة الاحتلال وإعاقة إدخال هذه المساعدات والسماح ببعض المواد ومنع المواد الأخرى، إلا أن ما يدخل ما زال هو نقطة من بحر الاحتياجات المتزايد يوما عن يوم. هناك احتياجات في المأوى، هناك احتياجات في الطعام والشراب والأدوية وغيرها، احتياجات كل شيء قطاع غزة يحتاجه الآن، ولا يمكننا الحديث عن شيء محدد دون الآخر، ولا يمكننا من وضع أولويات ماذا يحتاج المواطن الفلسطيني الآن. ولا تستطيع أي جهة حكومية أو أي مؤسسة دولية لوحدها أو أي دولة أن تفي بهذه الاحتياجات. يجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف جميعه من أجل مساعدة قطاع غزة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وذلك عبر الضغط مرة أخرى لوقف هذا القتال ولوقف هذا القتل اليومي الممنهج من قبل قوات الاحتلال، ومن أجل فتح ممر مرة أخرى. منذ بداية العدوان ونحن ننادي بضرورة فتح ممر إنساني لإدخال جميع المساعدات بدون إعاقة، ولكن مرة أخرى
لم نشهد شيئا يعني يمكن أن يحدث تغييرا على أرض الواقع على حياة المواطنين الفلسطينيين. نعم.